بسم الله الرحمن الرحيم. كمال البريني، رئيس جمعية المجد للتنمية. اليوم حضرنا في جامعة المنيزلة في لقاء تواصلي اللي شرفت عليه السلطات المحلية في إطار يعني مبادرة التويزي اللي اعطى الانطلاقة ديالها عامل صاحب الجلالة. اللقاء ترأسه السيد الباشا قائد قيادة حمر مرفوق بالسيد الخليفة وكذلك رجال القوات المساعدة ورئيسة المجلس الجامعي وأعضاء المجلس الجامعي وجمعيات المجتمع المدني بجامعة المنيزلة إيدا وزال وكذلك الساكنة. اللقاء يعني تم فيه يعني تسليط الضوء على مجموعة ديال الأوراش اللي عطات الانطلاقة ديالتها الحكومة ديالتنا، وكذلك يعني تم تحسيس الفلاحين الصغار والفلاحين ديال المنيزلة بأن الدولار غتوقف في الجانب ديالهم في هذه الأزمة هذه ديال يعني الجفاف. وكذلك يعني على هذا الهامش ديال هذا اللقاء هذا يعني تم تسليط الضوء على برنامج أوراش اللي كيشرف عليه المجلس الإقليمي بعمالة تارودانت، وتم تحسيس فعاليات المجتمع المدني بأن البرنامج كيستهدف يعني الفئات اللي تقاست بالظروف ديال جائحة كورونا. فلهذا يعني اكيد ان صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله وايده يعني اعطى التعليمات ديالته الساميه باش يعني جميع السلطات وكذلك يعني جميع السلطات المنتخبه باش يكونوا الى جانب الفلاحين وكذلك الى جانب الشباب اللي قاستهم الظروف الراهنه ديال فيروس كورونا. وعلى هامش هذا اللقاء هذا تم زياره يعني مجموعه من الاوراش يعني المشاريع ديال اصلاح بعض الطرقات اللي خدامه كتنجز هنا في جامعه المنيزله. يعني كانت زياره ميدانيه اللي شرف عليها كذلك قائد قيادة حمر السيد الباشا والخليفة ديالته بفوق يعني بوفد يعني كيضم القوات المساعدة وكذلك يعني أعضاء المجلس الجماعي كيترأسهم نائب الرئيسة، وكذلك الفعاليات الاقتصادية هنا بجماعة المنيزلة، وكذلك حضور منابر إعلامية محلية اللي صراحة يعني أدلت الدلو ديالها في الجانب الإعلامي اللي يعني سلطت الضوء على مجموعة ديال المشاريع. والحمد لله بهاد اليقظة ديال الإعلام وبالاعلام الجاد اللي كان دائما في الميدان اعطى واحد الصوره ايجابيه على البلاد ديالتنا، اللي اكيد ان الحمد لله بهاد الاوراش وبهاد المشاريع اللي خدامه كتنجز في مجموعه ديال الاقاليم وكذلك في مجموعه ديال الجماعات باعالي الجبال هنا غنشوفوا ان شاء الله مغرب اللي غيكون مغربي اللي غيحتضن جميع الابناء ديالو. معكم محمد بلوط نائب الاول في جامعه المنيزله. اولا كان بنشكركم على الحضور ديالكم معنا في هذا الحفل ديال تيويزي، والحمد لله كانت واحد كان واحد التطالع على المشاريع اللي هي كاينه في الجامعه ديالنا. انا اللي بغيت نقول كان بنشكر الجميع من ساهم من بعيد ومن قريب باش تكون التنميه في جامعه المنيزله في قبيله إيدا وزال. نشكروا السيد عامل اقليم تارودانت، السيد رئيس الدائره، السيد القائد، السيد الخليفه، أعضاء المجلس الجماعي، رئاسة المجلس بالسيدة الرئيسة المرأة الحديدية التي تقوم بمجهودات كثيرة في جامعة المنيزلة. الحمد لله احنا غاديين في التنمية، في الطرق، في المصالح للشرب، مشينا دابا للتعليم. بغينا باش الجامعة ديالنا تخرج من التهميش، لأن كتعرفوا المنطقة ديالنا ديال إيدا وزال اللي هي منطقة كلها منطقة جبلية، اللي كاين بين الفرق بين دوار ودوار 30 كيلومتر 20 كيلومتر. اليومين إن شاء الله كاينين أوراش كبيرة إن شاء الله، دابا أربعة الأوراش هي بدات وصلت الأشغال حتى 60% 80% 40%، وكاين ورش أخر اللي هو طريق بين الدوار أيت بالعيد ومالول اللي كاين له فيرتور دي بلي نهار 17 في نهار 17/3 غتم انتهي ان شاء الله، غدوز باش نعرفوا شكون المقاول اللي غتشدها ان شاء الله باش تفك العزله على الدوار ديالها مالو. الحمد لله كاين طرق، كاين 16 كيلومتر بين منيزله ورزن، كاين 5 كيلومتر بين غزروغانيم وتمده، كاين 6 كيلومتر و600 عاود بين غزروغانيم وتخيبيت، كاين 13 كيلومتر اللي هي تم الاصلاح ديالها بين سونتر جامعه المنيزله ودوار الميه، وكاين اصلاح ديال الطريق من دوار البعرير حتى لدوار افرد غتعاود كلشي الريفيتمون هذيك كلها غتعاود ان شاء الله يتصلح ديالها. وكاينين السواقي بحال
دوار كديروا زيز غتبدا فيه الساقي هاد اليامات، دوار الميه حتى هي غتبدا فيه الساقيه. تسنينا داز دو فيرتور شونتي هاد الاسبوع هذا، غيبدا المقابل ان شاء الله. فيما يخص هاد الدوار اللي انتم حاليا فيه، انتم كتشوفوا كاين التبليط وسط الدوار، كاين تشجير 33 هكتار بالبوتاكوت بالغرس ديال المخلطه بين الزيتون والخروب. وكان بين الشكر السيد عامل قليم تردان، واحد العامل اللي كيعمل في بلاصه بعض العمال، كتعرفوا المعاناه ديال الاقليم 89 جماعه، كاين مشاكل كثيره، ولكن بالمجهودات ديال السيد العامل حسين مازال اللي هو نشكرو، ما يمكن يتفكوا. كان بينكم بحال المسؤول هذا ما خصوش يخرج للتقاعد، هذا خصو يبقى يعطي. حنا بغينا بحال هاد مثل هاد الاشخاص اللي كيعطوا للوطن ديالنا خصهم يبقاو يزيدوا، لان عنده العطاء. كل ما كانت عامل كيعمل في بلاصه بعض العمال يقريب راه مثل بحال هاد يقريب خصو يكون في بعض العملات. وكنشكر السيد الكاتب العام حتى هو على المجهودات اللي هو مساند السيد العام اللي بصراحه بمجهودات وقريب لينا، كنتصلوا به كيجاوبنا، كنمشوا عنده كيستقبلنا. وكان بنشكروا السيد الكاتب العام على المجهودات ديالو حتى هو. وكان فيما يخص المشاريع اللي هي الحمد لله تم انجاز ديالها في جامعه المنيزه، كاين شركاء، كاين وزاره الفلاحه، كاين برنامج الفواريق، كاين مجلس الجهه، كاين التنميه القرويه. وكان بين شكر الناس اللي ساهموا معنا مثل البرلمانيين، مثل رئيس الجهه السابق ورئيس الجهه الحالي السي كريم الشقلي، السيد الوزير الفلاحه السابق والسيد الوزير الفلاحه الحالي، والبرلمانيين منهم السي بوهدود والناس وجنود الخفاء. حيت حنا في دوزار كان عندنا الحمد لله واحد اللي وصلنا له اليوم، هو كان واحد التواصل الجسور بين ابناء منطقتنا وقريتهم الاصليه في التواصل الدائم. اذا مشاريع ان شاء الله راه تلقات تنميه في المنيزله غاديه، وكنتمناو التوفيق للجميع، والله ينصر سيدنا. وحنا راه جنود مجندون ورا صاحب الجلاله باش هاد البلاد نزيدوا بها القدام ان شاء الله. وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.